والمزيد حول جلسة الحوار الوطني يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري رجاء رمزي. أهلا بكم مشاهدينا. ملخص لوقائع وفعاليات اليوم السادس من الحوار الوطني الذي تم تخصيصه لمناقشة المحور المجتمعي، تحديدا ملفين، الملف الأول خاص بالتعليم والملف الآخر خاص بالسكان. إذا ما تحدثنا عن الملف الخاص بالتعليم، لعل يعني المطالبة الأبرز أن يكون التعليم هو قضية للدولة بأسرها، أن يكون التعليم هو المشروع القومي للدولة المصرية. كانت هناك يعني مطالبات بتوفير التعليم الجيد للجميع بدون استثناءات من هذه المنظومة. كان هناك طبعا توافقات فيما لو وصل بإعادة هيكلة منظومة التعليم، يأتي في القلب منها المعلم. إذا ما تحدثنا عن المحاور الأربع للتعليم، المحور الخاص بالمعلم، محور الطالب، المنهج، والمحور الأخير وهو الخاص بالبنية الأساسية للتعليم. إذن كان هناك حديث عن إعادة هيكلة منظومة التعليم، يأتي في القلب من هذه المنظومة تطوير المعلم. أيضا كان هناك حديث وإجماع من قبل العديد من السادة المشاركون في هذه الجلسة النقاشية الخاصة بالتعليم، موضوع تواجد أو أهمية وجود هيئة ريجوليتر أو الهيئة المنظمة للسياسات الخاصة بالتعليم، الهدف منها هو تطوير التعليم. إذا ما تحدثنا عن الملف الآخر الخاص بالسكان تحت عنوان تشخيص الحالة السكانية، تحسين الخصائص السكانية، في هذا المحور حقيقة الأمر كانت هناك المسؤوليات تلقى على عاتق الحكومة وأيضا المواطن. كان هناك مطالبات برفع الوعي لدى المواطنين خاصة في القرى وفي النجوع. أيضا كان هناك مطالبات بعمل محفزات خاصة بالأسر التي تنتظم في تحديد النسل أو تلتزم بتنظيم النسل. أيضا كان هناك حديث من قبل العديد من المشاركين لتوضيح مغبة أو خطورة الخاصة بالإنجاب المبكر وأثر ذلك على الأطفال. العديد من هذه الأطروحات تمت مناقشته في كلتا الجلستين المعنية بالتعليم والسكان. كان هذا ملخص سريع مشاهدينا لوقائع وفعاليات اليوم السادس من الحوار الوطني الذي تم تخصيصه لمناقشة المحور الاجتماعي. شكرا لكم.